السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم، وأن آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأن الله سبحانه وتعالى وفقهم للتوبة وتاب عليهم. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفق عبده للتوبة ثم يتوب عليه، وأعظم التوفيقين التوفيق للتوبة. كما ييسر الله سبحانه وتعالى العبد إذا أقبل على الله سبحانه وتعالى، فإنه ييسر له سبل الطاعة وسبل الخير. ولهذا قال: فتلقى آدم من ربه كلمات، قبلها وعمل بها. وهذا هو المقصود من العلم، هو العمل. وأعظم العلم علم الشريعة، بل هو العلم الحقيقي وما يتفرع عنه من سائر العلوم الأخرى. فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. كثير التوبة، التواب كثير التوبة، ويقبل على عباده بالتوبة. ولو علم العبد ما في التوبة وأثر التوبة لأقبل إقبالا عظيما عليها، إذ التوبة معناها الرجوع، فهو يرجع ويؤوب إليه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده عليه، بتوبة عبده إليه سبحانه وتعالى حين يتوب. والله غني عن عبده وعن عمله، لكن هيأ له التوبة وتاب عليه وفرح بتوبته فرحا عظيما. وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى التي نؤمن بها، وأنها حق على الحقيقة، لكن لا نعلم كيفيتها. وثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده. فالتمثيل هو إخراج المعاني المعقولة بالأشياء المحسوسة حتى تكون أظهر، وهذه عبرة وعظة. قد تكون والأمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام في العبد حين يذنب ويتوب، قال: لله أفرح بتوبة أحدكم، لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان بأرض فلات وكان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة فنام، ثم استيقظ فلم يرى دابته، لم يرها، فبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجدها، فأيس منها، دابته عليها الطعام والشراب وهو في أرض مفازة. العرب تسمي المهلكة مفازة، وتسمي اللديغ سليم تفاؤلا، وهذا من لطيف لغة العرب. يقولون: هذه مفازة، الأرض الصحراء الدوي التي لا علم فيها ولا معلم، يعني جبل أو نحو ذلك ممكن يصعد عليه ويرى أحد مثلا، ما في أنيس أبدا. يقولون مفازة، لماذا يقولون مفازة؟ تفاؤلا، تفاؤلا أن يفوز،
ولا يهلك، ويسمون اللديغ سليم. ولهذا في صحيح البخاري من حديث سعيد الخدري أن ركبا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سرية الحديث وفيه أنهم مروا بحي من أحياء العرب مشركين، فلما رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي سليم. إيش معنى سليم؟ لديغ، تفاؤلا أن يسلم، تفاؤلا أن يسلم الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا الرجل الذي في هذه البرية، قال: في أرض مفازة، فبحث عنها يمينا وشمالا فلم يجدها، فأيس منها. هذا الرجل أيس، حس بالموت، ظن أنه الموت، أنه ليس معه طعام ولا شراب وليس عنده أحد، ولم يرى أحدا حوله، العرب قد يستدلون بالنار على وجود أناس من العرب أو نحوهم ممن يسكن في هذه الأرض، فلم يرى أحدا، فنام تحت الشجرة ينتظر الموت. هذا الرجل، ما ترون الدنيا عند تساوي الآن؟ هل تساوي عنده الدنيا شيء؟ لا تساوي الدنيا شيء عنده أبدا، ما ليس للدنيا قيمة أبدا. لو خير بين نصف كأس من الماء وبين الدنيا كلها لاختار ماذا؟ نصف كأس. فتبا لدنيا لا تساوي مثل هذا. لكن القصد من هذا هو العبرة في جعل الدنيا خادمة للآخرة في أمور العبد كلها، لا أن يخدمها وبذلك تخدمه هو وتجعله خادما لها طوعا لها، لا يبالي من حلال أو من حرام. فالمقصود أنه بينما هو كذلك تحت هذه الشجرة إذ وقفت عليه راحلته، وقفت عليه راحلته، ساقها الله إليه، فلما رآها قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذه في رواية مسلم والحديث في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أفرح بتوبة أحدكم، الحديث من هذا براحلته. هل تتصور فرح هذا براحلته؟ هل يتصور؟ لا يمكن أن يتصوره إلا من وقع له هذا الشيء أبدا، مهما صورته لا يمكن أن تتصوره إلا لمن وقع له مثل هذا. الله عز وجل يفرح بعبده إذا تاب إليه أشد فرح من هذا براحلته. لكن كما قال العلماء، الفرح معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا يقال في كل صفة. كما نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني كيف استوى وكيف نزل، كيف يضحك، كيف يغضب. الله سبحانه وتعالى لا يقاس بعباده سبحانه وتعالى جل وعلا، ليس كمثله شيء. ثم قال: وهو السميع البصير. نفي للمشابهة مطلقا، نفي مطلق، نفي في هذا نفاه نفي، وإثبات مفصل، إثبات وهو السميع البصير. فهو التواب الرحيم سبحانه وتعالى تعقب توبته الرحمة، ثم بعد ذلك يكون مآل العبد إذا استمر على توبته وفرحه بنعمة الله عليه حيث أنعم بالتوبة واستحضر فرح الله سبحانه وتعالى به، فيزداد من الخيرات وتفتح له أبواب الهدى والخير، وهو التواب الرحيم. وجاب صيغة رحيم على صيغة فعيل، صيغة المبالغة
ثم قال سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في سورة طه قلنا اهبطوا منها جميعا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن تبعه قلنا اهبطوا منها جميعا. هذا الهبوط كما تقدم ذكره سبحانه وتعالى مرة أخرى، وتقدم الإشارة إلى الخلاف في سر تكرار الهبوط، وأن الأقرب والله أعلم لاختلاف متعلق الهبوط. الاختلاف في الآية السابقة: بعضكم لبعض عدو، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هنا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. متعلق الهبوط هو أن الله سبحانه وتعالى يمتن بالهدى، إرسال الرسل، إنزال الكتب، فمن تبع هدايا. إذن كان منه سبحانه وتعالى تحذير وأمر وإرشاد، تحذير من عداوة الشيطان باتخاذه عدو، وأمر باتباع الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. تبع، قلنا اهبطوا. اهبطوا، الهبوط يعقبه السكنى والاستقرار. اهبطوا مصر، حين يقال في لغة العرب هبط إلى تلك الديار يكون هبوطه نزولا مستقرا، وحين تقول نزلنا فهذا يأتي للنزول العارض، للنزول العارض. قد يكون مسافر نزل بلد لكنه نزول عارض، لكن في الغالب أن الهبوط يكون للاستقرار. ولهذا في الآية التي سبقت: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، بعدما ذكر الهبوط، والهبوط يكون من علو إلى سفل، ويكون من مكان يكون. اهبطوا مصر وإن لم يكن من علو إلى سفل، لكن كما تقدم يكون نزولا مع استقرار في هذا المكان. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. فإما هذه إن شرطية مدغمة، إن ما هذه صلة للتأكيد، صلة للتأكيد مبنية على السكون لا محل إعراب. فإما يأتينكم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة في محل جزم بإن، يأتينكم مني هدى، والكاف مفعول والميم علامة جمع، مني هدى، مني متعلق بيأتينكم. فمن تبع، من تبع هذه الجملة مبتدأ وخبر، من مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، تبع فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل تقديره هو، والجملة جملة الفعل والفاعل في محل رفع خبر، وجملة المبتدأ والخبر جواب الشرط، جواب شرط. فإما يأتينكم، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، تبع يعني فإما يأتينكم مني هدى، هذا الشرط الجزاء، فمن تبع هدايا جواب الشرط. وقول التابع يدل على أنه يكون تابعا، يكون مهتديا،
مقتديا لا معترضا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه وأعلم بما يصلح خلقه، ولهذا قال فإما يأتينكم مني هدى، قبل ذلك ليسوا على هدى وليسوا على شيء. فالله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته ورأفته أنزل الهدى والقرآن، ولم يزل ينزل الكتب ويرسل الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فلم تخلو أمة من نذير. فإما يأتينكم منه فمن تبع هدايا، وهذا يبين وجوب الاتباع، وجوب الاستسلام لشرع الله، أسلم تسلم، وإلا كان عليك إثم الأريسيين، لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم أسلم لله تسلم، ولو أنه أخذ الخطاب والكتاب على ما أرسل به النبي عليه الصلاة والسلام لسلم له ملكه. أسلم تسلم، أطلق له، ولم يخشى من أحد ممن حوله. هذا هو الواجب، الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. الإسلام والاستسلام ظاهرا وباطنا، فمن تبع هدايا، وفي آية طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ضده ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، لا سعادة ولا عز ولا نصر إلا باتباع هذا الهدى. الهدى، فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هدايا يتبعه يسير خلفه يجعل هذا الهدى أمامه ويجعله إمامه، لا يجعله خلف ظهره فيزخ به في النار، يجعله أمامه فيقوده إلى رضوان الله والجنة. هذا كتاب الله ماحل مصدق، ومخالفه كاذب ومفتري وصاحب بهتان. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع فإما يأتينكم مني هدى، فمن تبع هدايا، كما هنا. والتبع هو الذي يسير تابعا، مثل الظل يتبع الإنسان، يكون كالظل مع الإنسان، أينما سار سار، لا يعترض ولا يقول لماذا شرع هذا ولماذا حكم بهذا، لا، أنت ليس لك إلا التسليم. وعقول البشر قاصرة، مع أن الشريعة كلها حكمة وحكم عظيمة، فليس في الشريعة شيء إلا والعقل يدل عليه، ولم يكن في العقل شيء يجول فيه فيقول ليت الشرع دل عليه، إلا وقد دل عليه الشرع. كل المصالح والحكم التي يحتاجها الناس في شرع الله سبحانه وتعالى. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن تبع هدايا يتبعه. ولهذا قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، هذا غاية ما يطلبه من يعيش في هذه الأرض، نفي الخوف ونفي الحزن، يحصل بها الأمن التام والاهتداء التام، لا خوف
في المستقبل، ولا حزن ولا حزن على الماضي، ولا هم يحزنون من الحزن، لا حزن على ما مضى ولا خوف لما يستقبل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنه اتبع الهدى، أمن نفسه بهذا الهدى. لماذا؟ لأنه على الصراط المستقيم، ومن كان على الصراط المستقيم فإنه يدله إلى الجنة ويهديه إلى الجنة، إن ربي على صراط مستقيم. ولهذا أهل الجنة يقولون إذا استقروا فيها: الحمد لله الذي صدقنا وعده، والحمد الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. أذهب عنا الحزن، يعني لا تتنقص حياتهم في الجنة، لا يتذكرون الحزن. الحزن هو الشيء الماضي الفائت مما يتذكره الإنسان ويوقع له شيء من التنغيص والتكدير. الحمد الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. الحزن أشدهم، نهي عنهم الحزن، والحزن من باب أولى. فعندنا الحزن والحزن، الحزن الشدة العظيمة، وفي الغالب أنها تكون يعني حالة نازلة ليست ماضية. ولهذا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام وتولى عنهم، قال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بيض من الحزن، قال، لم يقل من الحزن، الحزن الشيء الماضي، من الحزن الشيء الحاصل الذي حصل عليه. هو تلي بيوسف عليه الصلاة والسلام، ثم لما بلغه أمر بنيامين وما حصل له قال ما قال عليه الصلاة والسلام: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فإما فمن تبع هدايا، الهدى كلمة عظيمة تجمع خير الدنيا والآخرة. وهدايا مفعول به، وعلامة رفعه ألف مقدرة على الياء المحذوفة المنقلبة ألفا، منقلبة ألفا. للأصل هدى هدي، سبق في أول دروس في قوله سبحانه وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إشارة إلى شيء إلى هذا. قال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يبين أن العباد لا صلاح لهم إلا باتباع هذا الشرع، وهذا أمر مشاهد. حين ترى أمور الناس فلا تصلح إلا بالشرع، ولا تصلح إلا بدين الله، إذا استقاموا على دين الله صلحت أحوالهم، صلح ظاهرها وصلح باطنها عموما وخصوصا. في البيت الواحد إذا قام الرجل وأهل بيته أمر الله سبحانه وتعالى وأقاموا دين الله بينهم، كان الأنس بينهم، وكان الخير عليهم بإقامة شرع الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر حال السعداء ونفى عنهم الخوف والحزن ثنى بحال الكفار، وهذا هو معنى تسمية كتاب الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن كتابا متشابها مثانية. مثانية اختلف فيه، لكن على الأكثر
من قول المفسرين أنه يذكر حال السعداء ثم يذكر حال الأشقياء، وهكذا يذكر مثلا الجنة ثم يذكر النار مثلا، من باب الترغيب والترهيب. فلما ذكر سبحانه وتعالى عاقبة اتباع الهدى وأن من اتبع الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا نعيم عظيم في الحياة الدنيا، نعيم عظيم، فهم يعيشون في طمأنينة وفي سكون وفي راحة بشرع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النفس مجبولة على توحيد الله وعلى عبادة الله. فإذا اطمأنت إلى دين الله مع فطرة الله، فطرة الله سبحانه وتعالى لعباده، استقامت هذه الروح واستقامت هذه النفس، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا، أي جحدوا الحق وكذبوا، هذا خصوص بعد عموم، إذ الكفر يشمل جميع أنواع الكفر، كفر الجحود وكفر التكذيب وكفر الإباء والاستكبار وكفر الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، يشمل جميع أنواع الكفر. ثم قال والذين كفروا وكذبوا، ذكر كفرا خاصا وهو التكذيب، تكذيب شرع الله، وهذا يشمل كل مكذب سواء كان من مشركي العرب أو من كفار اليهود أو النصارى أو غيرهم من سائر الكفار، ممن كفر وكذب أو كفر وكذب أو كذب بآيات الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك تكذيب كفار قريش وتكذيب أحبار اليهود وعدم اعترافهم وإقرارهم مع علمهم بصدق نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك المغرقون في الكفر، أولئك المغرقون في التكذيب، أصحاب النار، هم أصحاب النار، أصحاب الملازمون للنار، الملازمون للنار الذين لا يفارقونها. والصحبة تقع على الصحبة العارضة وعلى الصحبة الملازمة، فتقول هذا صاحبي وإن كنت لم تصاحبه إلا يوما، وتقول هذا صاحبي وإن كنت تصاحبه كل يوم. وهكذا صحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحبة قد تقع على الصحبة المطلقة، الصحبة الدائمة الملازمة مثل صحبة كبار الصحابة رضي الله عنهم، وقد تقع على الصحبة العارضة الذي لم يصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا يوما، بل ربما ساعة، بل ربما أسلم وجاهد وقتل في الجهاد سبيل الله من يومه، سمى صحابي، لكن تختلف الصحبة. وهكذا الصحبة في ضدها كما ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن قال أولئك أصحاب النار، أضافهم إلى صحبة النار، ملازمون لها والعياذ بالله، أصحاب النار هم فيها خالدون فيها أبدا. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم خالدون فيها أبدا، قال الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا، قال إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين ذكر عليك خالدين فيها أبدا. وذكر أيضا سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا، خالدين فيها أبدا.
وقال شوف من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا في سورة الجن. وقوله سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها هذا أبلغ في الحقيقة. قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والعياذ بالله. هؤلاء أصحاب النار، والنار ليست كنار الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. وفي حديث الترمذي رواية الحسن عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أحمي عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أحمي عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أحمي عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة عياذا بالله من النار، عياذا بالله من النار، عياذا بالله من النار. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعدها نداء لبني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني، هذا نداء، يا بني إسرائيل. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يا بني الرجل الصالح، يا بني النبي الصالح. يذكرهم بيعقوب عليه الصلاة والسلام، وهذا خطاب لجميع بني إسرائيل وخصوصا من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يا بني إسرائيل. وهذا المنادى منصوب بالياء يابة عن الفتحة، أو منصوب بالياء لا يقال بالنيابة لكنه منصوب بالحرف، وليس جمعا مذكر سالم أصلي لكنه ملحق، لأن بنون وسنين وعالمون وعليون وأرضون وأهلون، قولوا عالمون عليون وأرضون شد والسنون، يعني هذه كما ذكر ابن مالك رحمه الله ملحقات بجمع المذكر السالم لفوات شرط من شروط جمع المذكر السالم، لكنها تعرب إعرابة. يا بني إسرائيل، يا بني الرجل الصالح ويعقوب، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اذكروا، الذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ونعمته سبحانه وتعالى عظيمة على بني إسرائيل، ونعمته على آبائهم نعمة عليهم، إذ النعمة على الآباء والأجداد نعمة على الأبناء، وهذا أمر يعرفه الناس. ولهذا قال يا بني إسرائيل، الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم نعم عظيمة، أنجاهم من فرعون وفلق لهم البحر وأنزل عليهم المن والسلوى، وكان فرعون يسوم سوء العذاب فأنجاهم الله سبحانه وتعالى وأظهرهم، ونعم عظيمة فلا يطلبون شيء إلا نزل عليهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. النعمة هنا المراد بها النعم، فنعم الله عظيمة، وهنا نعمتي مفرد المضاف، والمفرد المضاف عام من أساليب العموم، هو المفرد المضاف. تقول يا بني فلان، إذا قلت يا بني فلان يشمل جميع أبنائه، وهكذا، فكل مفرد مضاف فهو عام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، اذكروها باللسان واشكروها بالجنان،
وكذلك اشكروها بالعمل بالجوارح، فشكرها بالجوارح صرفها في سبيل ما يكون مرضيا لمسديها وموليها سبحانه وتعالى، هذا هو شكرها، يعترف بها بالقلب ويعلم أنها من الله سبحانه وتعالى، وتتنزل بذلك البركات والخيرات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي التي أنعمت عليكم، أضاف النعمة إليه ثم قال أنعمت عليكم، فهذا لا شك مزيد فضل، حيث كانت نعمة من الله سبحانه وتعالى، هي نعمته سبحانه وتعالى، والفضل فضله، أنعم بها على بني إسرائيل التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم قال سبحانه وتعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. الله سبحانه وتعالى يسر كل شيء وأمركم أن توفوا بالعهد، وهذا يشمل كل العهود، أوفوا بعهدي، عهدي هذا يشمل جميع العهود، والعهود كل ما أخذ عليهم. قال سبحانه ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 رقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعجرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها إيش بعدها؟ فمن كفر بعد ذلك أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. أمرهم سبحانه وتعالى أن يوفوا بالعهود، ومن العهود التي يوفون بها أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتبهم تصديق محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول مبشر به عليه الصلاة والسلام، وأنه موجود في التوراة وفي الإنجيل مبشرا برسول بعدي يأتي بعدي اسمه أحمد، هذا الرسول النبي الأمي تؤمنون به وتتبعونه، وهذا من الوفاء بالعهد، بل من تمام الإيمان، بل من صلب الإيمان بأنبيائكم بموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، والجزاء بذلك أن يكفر الله السيئات وأن يدخلكم الجنات جنات النعيم، جزاء عظيم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ثم قال وإياي فارهبون، إياي فارهبون. هنا إياي منصوب، ما ناصبه؟ فارهبوني، هذا الفعل استكمل مفعوله، لأن أصل فارهبوني الأصل الياء، وفي بعض من قرأ فارهبوني مثل وإياي فاتقون كما في الآية التي تأتي فاتقوني، يعني فارهبون استكمل مفعوله، استكمله، فلا بد من عامل يعمل في إياي وهو منصوب، وهذا قد استكمل مفعوله فلا يصل إلى ذاك المفعول لأنه قد استغنى من مفعوله، فعلى هذا يقدر له من الفعل المذكور، ارهبوا إياي ارهبوني، هذا تقديره، إما يقدر له يعني من نفس اللفظ ارهبوا إياي، يقدر فعل محذوف تقديره ارهبوا إياي، وهذا لأجل تخصيص الرهب والخوف منه سبحانه وتعالى. وإياي فارهبون، الرهب يكون خوف مع تعظيم، ليس مجرد خوف، لا، الخوف بعبادة، عبادة، لكن حين يكون خوفا رهبا
فإنه يكون مع تعظيم، يكون مع إجلال، يكون مع إجلال وتعظيم. فلهذا قال وإياي فارهبون. لكن مع ذلك وهو يرهبه سبحانه وتعالى إلا أنه مطمئن إليه، راغب إليه، لا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، بل هما معتدلان. فخوفه يجعه عن محارم الله، ورجاؤه يجعله يطمع في مغفرة ورحمة الله، فهو على خير عظيم، وسائر بجناحين لا يرجو أحدهما على الآخر، بين جناحي الرجاء والخوف. والعبد قد يخاف، يقع الخوف في نفسه، لكن الخوف الذي لا يكون إلا لله هو خوف السر، خوف السر هو الذي لا يكون إلا من الله. أما الخوف الطبيعي هذا قد يقع، إنما الذي لا يجوز وهو الشرك هو خوف السر، مثل ما يقع من بعض الجهال والغلاة والعياذ بالله، وربما بعضهم يقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، أنه يخاف صاحب القبر، يخاف من صاحب القبر خوف عظيم والعياذ بالله. صاحب القبر لا يستطيع أن ينفع ولا يضر، بل مرتهن بعمله مهما كان، مهما كان مكانه وولايته. ومع ذلك بعضهم يجد مثل هذا، وهذا خوف السر. إذا بلغ إلى هذه الدرجة وصل إلى حد الشرك الأكبر عياذا بالله، هذا خوف السر. إنما الخوف الطبيعي الذي يخافه الإنسان هذا بالإجماع لا بأس، مثل المحبة، المحبة الخاصة، محبة الله سبحانه وتعالى، هذه من الإيمان. لكن هناك محبة أنس واشتياق، ومحبة يعني رحمة، مثل ما يحب الإنسان مثلا أولاده، وحب الرجل لزوجه مثلا ونحو ذلك. فهذا الحب حب مؤانسة، وذكر ابن القيم رحمه الله ما معناه هذه المسائل، مسألة الحب والخوف والرجاء وأقسامها، وأن مثل هذه لا تنافي محبة الله سبحانه وتعالى، بل يطوع هذه المحبة ويجعلها لله سبحانه وتعالى، يجعل هذه المحبة وهذه المؤانسة يطوعها حتى تكون خادمة لمحبته لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. نعم، وآمنوا أجلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا، هذا عقب سبحانه وتعالى، وهو خطاب لمن كان في عهده عليه الصلاة والسلام من أحبار اليهود وكذلك النصارى، وأنه نزل هذا القرآن مصدق لما معهم. ولهذا قال وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم، شاهد ومصدق لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تكونوا جمع أول كافر به، هذا مفرد، قال العلماء كافر به أي أول فريق كافر به. قد يقول قائل قد كفر قبل ذلك كفار قريش قبلهم فلم يكونوا أول كافر به، نعم يقال هم أول كافر به من
أحبار اليهود، لأنهم هم أول من خوطب من الأحبار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكونوا أيها الأحبار من اليهود والنصارى أول كافر به، فتتحملوا إثم التكذيب والكفر بما كذبتم وكفرتم به، مع أنه جاء مصدقا لما معكم وأنتم تعلمون ذلك، ولا تعتاضوا عن ذلك بشيء من المال القليل وتزعمون أنه يفوت عليكم رياساتكم، مع أنهم لو آمنوا صدقا وحقا لسلمت لهم أمورهم وطابت لهم أمورهم بتصديقهم بالله سبحانه وتعالى وإيمانهم، وكتب لهم أجران بإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام وإيمانهم بنبينا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.